اتمينو. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضورنا الكرام، مرحبا بكم في برنامج التوعية والتثقيف الصحي عن داء السكري المقدم من جمعية السكري السعودية الخيرية فرع المدينة المنورة، وبتوجيهات من أعضاء مجلس الإدارة ومواصلة لبرامج التوعية والتثقيف الصحي. يسرنا أن نقدم لكم محاضرة بعنوان دور المريض في علاج السكري، إلقاء سعادة الدكتور حاتم أحمد محمود استشاري باطنة وغدد صماء وسكري بمستشفى الحرس الوطني المدينة المنورة. ويشرفنا حضوركم جميعا والحضور المتميز لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن سعد الحميدي. المحاضرة كالآتي: أولا، المحاضرة 45 دقيقة إلقاء سعادة الدكتور. ثانيا، أي سؤال أي استفسار يرسل على خانة الأسئلة أو خانة الشات ونلقيها على الدكتور آخر المحاضرة ويجاوب على جميع الاستفسارات والأسئلة بإذن الله تعالى. ثانيا، تنويه بخصوص الشهادات: سوف يتم إرسال رابط الشهادة بعد نهاية المحاضرة لتسجيل البيانات، ويتم إرسال الشهادة خلال أسبوع أو أقل على البريد الإلكتروني المسجل بالرابط، مع العلم أن تكلفة رسوم الشهادة 50 ريال، والشهادة تكون مجانا لأعضاء الجمعية. أما الغير أعضاء يتوجب إرسال رسوم 50 ريال على الحساب الراجحي الموجود على الإعلان، والاحتفاظ بصورة التحويل وإرسالها على الإيميل الرسمي للجمعية. وحياكم الله جميعا، وحياك الله دكتور حاتم، منورنا اليوم مشرفنا. شكرا لقبول الدعوة وشكرا لزمنك الغيم. اتفضل دكتور المحاضرة. شكرا شكرا جزيلا أخت ريهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أول حاجة أحب يعني أشكر جمعية السكر السعودية الخيرية لاستضافتي يعني في هذا اليوم المبارك. وإن شاء الله المحاضرة يعني حاولت بقدر الإمكان يعني أجعلها يعني ممتعة، لأنه يعني الواحد على الأثير أو على البعد يعني بيكون في شيء يعني من الضجر كده يعني. وإن شاء الله المحاضرة زي ما قالت الأخت يعني 45 دقيقة إن شاء الله، وأحاول أختصر فيها بإذن الله تعالى. ويعني عنوان المحاضرة يعني كما علمتم يعني هي دور المريض أو مريض السكري في علاج هذا المرض. والحقيقة يعني كمقدمة يعني كل الأمراض طبعا يعني المريض يعني بيلعب فيها دور مهم، ولكن السكر بالذات يعني دور المريض يعني مهم جدا جدا، ولا يقل بأي حال من الأحوال عن دور الطبيب. المحاضرة إن شاء الله يعني هتكلم عن باختصار يعني عن أنواع مرض السكر، الأنواع المختلفة يعني والفرق بيناتهم، والأدوية المستخدمة يعني حاليا في علاج السكر. وبعدين هنتكلم عن النشويات، ونتكلم برضو إن شاء الله عن أهمية الاهتمام بهذا المرض بالذات من ناحية المريض كمريض والطبيب أيضا، وهنركز على دور المريض بالذات يعني في هذه المحاضرة. فالسكر يعني كما تعلمون يعني من الأمراض الشائعة جدا جدا يعني في هذا الجزء من العالم يعني، وفي العالم ككل يعني، والأعداد يعني بتزيد يعني بصورة مضطردة في كل الدول لأسباب يعني عديدة، منها يعني تغيير نمط الحياة يعني الرفاهية يعني الإجبارية اللي بمر بها العالم كله يعني، حتى في الدول الفقيرة يعني إذا قارنت نمط حياتهم بحياتهم مثلا قبل 10 سنين 15 سنة 20 سنة يعني تجد في تغيير كبير جدا يعني الحركة قلت إلى حد كبير جدا جدا،
الأكل بقى متوفر بصورة أكبر، ويمكن بصورة غير صحية مقارنة بالماضي. لذلك يعني في زيادة زي ما قلت في أعداد مرضى السكر. فالسكر طبعا في نوعين يعني معروفين، أنا يعني متأكد يعني لا يخفى على يعني علمكم، بنقسمهم يعني عموما بكل بساطة يعني إلى قسمين. القسم الأول هو النوع الأول من السكر، بنقول له تايب 1 دايابيتيز، وده بيكون فيه نقص شديد ونقص حاد في نفس الوقت في الانسولين. والانسولين هو طبعا الهرمون الوحيد اللي في الجسم اللي بينقص السكر، الهرمون الوحيد اللي بينقص السكر. بقيه الهرمونات مش كلها بس غالبيتها بتزيد السكر، يعني في هرمونات ما عندها علاقه بالسكر، لكن الهرمونات الغالبيه العظمى يعني زي الجلوكاجون والكورتيزول والهرمون النمو وهذه الاشياء يعني ما في داعي تعرفوها، بس هذه هرمونات يعني غالبيتها بتزيد السكر. اما الانسولين هو الهرمون الوحيد اللي بنقص السكر. عذرا ولذلك دكتور، اي نعم العرض موجود على الشاشة. اي نعم نعم شايفه نعم نعم خلينا تفضل. على السلايد. اوكي فالنوع الاول من السكر بيكون المريض يعني دائما بيكون يعني بيبدا المرض يعني في سن صغيره يعني، وبعدين بدايته بتكون يعني حاده جدا وشديده، يعني المريض يعني فجاه بيكون يعني في صحه عاديه او طبيعيه، وفجاه بتظهر عليه يعني اعراض السكر يعني بصوره قويه جدا، اللي هي كثره التبول والصداع وفقدان الوزن ويعني ضعف النظر وهذه الأشياء يعني. وهذا المريض إذا لم يزعف يعني بصورة سريعة يعني ممكن المرض يعني يؤدي إلى ضعفات يعني خطيرة جدا يعني، وحموضة في الدم. هذا النوع الأول من السكر. وإذا نظرت إلى مرضى السكر كلهم بتلقى 10% بس تقريبا يعني هم اللي عندهم هذا النوع من السكر، أما الغالبية العظمى من الناس عندنا النوع الثاني من السكر. والنوع الثاني من السكر او بنقول له بالانجليزي تايب 2، ده يعني فيه مشكلتين اساسيتين. المشكله الاولى في عدم استجابه الجسم للانسولين، يعني الانسولين موجود بالذات في السنين الاولى من المرض، الانسولين موجود بل قد يكون موجود باكثر من الطبيعي في الدم، لكن الجسم ما بيستجيب له، الجسم يعني او ما بيستجيب بالدرجه الكافيه او بالدرجه الطبيعيه، ولذلك بيكون في ارتفاع في السكر. فهذه واحده من المشاكل. المشكله الثانيه بيكون بمرور الزمن بيكون في نقص تدريجي في الانسولين، وهذا النوع من المرض السكر النوع الثاني. يعني دائما بنشوف يعني المرض بيكون له 15 سنوات قبل ما المريض يكتشف او يعرف انه عنده سكر، بل أحيانا بنشوف مرضى يعني الواحد بيجي بكل المضاعفات تحت السكر قبل ما يعرف إنه عنده سكر. هذه المعلومة يعني مهمة، يعني أنا ممكن يعني بعد تقدم المحاضرة أوريكم يعني لهذا المعلومة. هذا النوع من السكر كما قلت فيه أساسيتين دي. وهذا المرض يعني مرتبط ارتباط برضه وثيق جدا بالوراثة، يعني دائما ما تجد في العائلة يعني بعض الأفراد يعني بيحملوا أو عندهم نفس المرض النوع الثاني. ويقال إنه برضه يعني بوقت الأجيال، يعني ممكن يكون مثلا والدك ووالدتك ما عندهم، جد والجد عندهم، أو الجد الثاني والجد الثالثة عندهم، وهكذا يعني. أما النوع الأول فالوراثة فيه قليلة جدا جدا، الوراثة فيه قليلة جدا. دي الأنواع. في أنواع ثانية أخرى يعني نادرة، يعني عندها أسباب جينية، ما في داعي نخش في تفاصيلها، لأنه في النهاية العلاج يعني زي بعض، يعني ما في فرق كبير. نمشي للسلايد الثاني.
اوكي. في ال 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 عايز أكلمكم شوية عن ال عن عن النشويات، لأنه يا أخواني وأخواتي يعني في مفهوم يعني خاطئ جدا جدا عن السكر، يعني وهذا المفهوم الخاطئ مش عند المرضى بس، حتى عند بعض الأطباء يعني مع كل أسف، اللي هو يعني بيقول لك إنه في بعض المأكولات مريض السكر يعني ممنوع منه، والكلام ده طبعا غير صحيح. يعني مريض السكر ممكن يأكل أي شيء، لكن عشان يعني بكرة ما تقول دكتور حاتم قال أكل أي حاجة، النية هي الشيء المهم، وأنا هكلمكم شوية بالتفصيل يعني عن النشويات. فإذا رجعنا إلى الخلف شوية، يعني الأكل اللي بناكله عموما يعني بصفة عامة يا إما نشويات يا إما بروتينات يا إما دهون، تمام؟ يا إما نشويات يا إما بروتينات يا إما دهون. فنجي نشوف يعني شنو النشويات. النشويات هي الـ يعني هي اللي بتتحول لسكر. وعندي لكم صور لطيفة شوية دكتور، ممكن نشوف، ممكن نرجع للصورة دي بعد شوية، بس ودينا الصورة الثانية. طيب في سبحة، يعني أنا دائما بشرح للمريض النشويات بالسبحة أو السبح، وعندي كم صورة بتاع السبحة. أنت لو ملاحظ السبحة بتتكون من حلقات، تمام؟ هذه الحلقات عبارة عن سكر أو جلوكوز، فكر فيها كده، جلوكوز موصل مع بعض بهذا الشكل، تمام؟ فده اسمه جلوكوز، تمام؟ طيب أو اسمه نشويات، معلش اسمه نشويات أو نشا، تمام؟ فإذا لاحظت هذه السبحة لون أزرق، تمام؟ نشوف الصورة الثانية. طيب سبحة برضه بس لونها بنفسجي، تكون من حلقات، لكن الفرق بين السبحة دي والسبحة دي هو الشكل. ففي الكيمياء يا اخواننا، الكيمياء يعني فيها شيء من البساطة والتعقيد في نفس الوقت. يعني انتم هل تتصوروا انه هذا العالم كله اللي حولنا، كل العالم، الكمبيوتر اللي قدامك، الصورة اللي قدامك، الهواء، الملابس اللي انت لابسها، جلدك، مخك، الموية، كل شيء في هذه الدنيا، كل شيء مخلوق في هذه الدنيا بتكون من ما أكثر من 100 وكسر عنصر، تمام؟ فهذه الألوان وهذه الاختلافات الكثيرة اللي بنشوفها بسبب الصفات أو الخواص الكيميائية. يعني لما مثلا الصوديوم، مثلا أديكم يعني مثال بسيط، يعني مثلا الملح اللي بناكله ده، مثلا الملح اللي بناكله بيتكون من عنصرين، تمام؟ صوديوم كلورين أو كلور. الصوديوم لوحده عبارة عن كريستالة لونه شفاف، والكلورين عبارة عن غاز أخضر مسم، تمام؟ لما يتحدوا مع بعض كيميائيا صوديوم وكلورايد بيبقوا ملح، بيختلف تماما عن المكون بتاعه اللي هو الصوديوم والكلورين. ففكر في الأشياء اللي حوله كلها بهذا الشكل، عناصر 2 3 أو 4 أو 5 أو 60 أو 70 أو 80 مرتبطين مع بعض، فبيدوك أشكال مختلفة، ألوان مختلفة، طعم مختلف، نكهة مختلفة، بهذا الشكل. فلما نجي للنشويات، يعني ليه مثلا البرتقال شكلها برتقال، طعمه برتقال، والتفاح غير، والخبز غير، والبطاطس غير، وكذا كلهم بيتكونوا شايفين زي السبحة، نفس الحلقات بتحت السكر، لكن عدد الحلقات بيختلف، كويس؟ ممكن يكون في أفرع بالجنبة بيجاي أو بيجاي، دينا السلايد الثاني بها. السلايد الثانية أوكي أيوة صحيح، شايف السبحة دي، لأنه العدد مختلف، لأنه الشكل مختلف، لونه تغير، الطعم تغير، النكهة تغير، تمام؟ دين السبحة في واحدة غير دي، أيوة دي برضو سبحة تانية، اللون برضو مختلف، الشكل مختلف، لكن المكون يهو ذاته اللي هي حلقات بتاعت جلوكوز مرتصة مع بعض. أدينا السلايد اللي بعده. نفس الحكاية، شكل مختلف،
يمكن اللوم شوية وهكذا يا إخوان. فهذه هي النشويات. هذه النشويات لما ناكلها، شايف كيف الهضم؟ تخيل عملية الهضم كأنها قطع الحبل الرابط أو الخيط الرابط بين هذه الحبيبات، فتتفرتك هذه الحبيبات وكلها تتحول إلى جلوكوز. إذن ما في فرق بين عسل النحل، وما في فرق بين التفاح، وما في فرق بين البرتقال والموز والخبز والتميز وغير، كلهم في النهاية بيتحولوا إلى نفس الشيء. يعني ده طبعا يعني تمثيل، يعني فيه شيء من البساطة، لكن هذا هو اللي بهمنا في فهم النشويات. ولذلك أرجع للنقطة اللي بتقول أو المفهوم الخاطئ، إنه يقول لك مريض السكر ممنوع يأكل نشويات. لا، ما ممنوع يأكل نشويات، لكن يأكل في كميات محددة، وهذه الكمية ما في دكتور بيقدر يقول لك تأكل قدر. أنت المفروض تعرف، وده الدور بتاع المريض اللي هنتكلم عنه اليوم إن شاء الله. بعدين هذه الأمور يعني فيها شيء زي ما قلت أنا من البساطة. إخواني وأخواتي، يعني العالم قد تغير، يعني بقت مسألة الثقافة يعني في متناول الجميع. إحنا الآن عندنا الإنترنت، عندنا التلفون، عندنا ما شاء الله جمعيات زي جمعية السكر السعودية. يعني إذا الإنسان عايز يتعلم، عايز يعرف شيء، عندك اليوتيوب وغيره وغيره وغيره، ممكن تثقف نفسك يعني بكل سهولة. لأنه مرض السكر زي ما قلت لكم في البداية، يعني دور المريض فيه مهم جدا جدا جدا. يعني لازم يعرف طبيعة المرض، ولازم يعرف علاقة المرض بالأكل، بالنشويات، بطريقة الحياة بتاعته، اللايف ستايل، يعني هذه الأشياء. هذه الأشياء يعني متوفرة جدا، ويعني ما أحد عنده عذر، يعني الناس تتعلم يعني ببساطة. فنرجع لموضوع التغذية أو الأكل. يعني قلنا النشويات، فالنشويات هي اللي بتتحول إلى سكر. طيب البروتينات زي وزي السبحة دي، لكن ما بتتكون من حبيبات بتاعت جلوكوز، تكون من أشياء اسمها أحماض أمينية. فللتبسيط نحن بنقول البروتينات ما بتتحول لسكر. وإذا تحولت إلى سكر بتكون كميات يعني بسيطة جدا، فنحن بنتجاهل البروتينات عندما نتحدث عن السكر. عندما نتحدث عن السكر بنتجاهل البروتينات. البروتينات إيش؟ البروتينات عندك اللحوم بأنواع، سواء كان الدواجن والبحرية، أسماك ولا غيره، جبنة مثلا برضو بروتين، البيض بروتين. هذه الأشياء، هذه يعني بروتينات بنقول للمريض بتاع السكر يعني تأكله أو ما تأكله مبهم بالنسبة للسكر. تمام، بالنسبة للسكر تأكل فيها زي ما عاد. النوع الثالث من الأغذية اللي هي الدهون. يعني أنا دائما يعني بقول مثل عجيب يعني للمرضى، يعني استغرب وبقول له إذا شربت لك كوباية كبيرة بتاعت زيت مثلا، يعني ما حتأثر في السكر لا ارتفاعا ولا نزولا. أي نعم، ممكن تتصلب الشرايين ولا تحصل مصيبة الكوليسترول مثلا، لكن نحن بنتكلم عن السكر، ما بتأثر في مستوى السكر بالمعنى القوي اللي بيضطر المريض إنه يحسب كمية الدهن في الأكل. فلاحظوا إنه أنا بس بتكلم عن السكر، يعني أنا ما بتكلم عن الضغط، ما بتكلم عن الكوليسترول وغيره، نحن بنتكلم عن السكر. ودي الحاجة يعني والمربية المحاضرة دي إن شاء الله. فالسلايد اللي بعدها دكتورة، فلذلك المريض بتاع السكر يعني قد يكون ممنوع من كمية معينة، لكن ما ممنوع من نوع معين من النشويات. ما هنخش في تفصيل بعد شوي عن هذا. طيب ليه نحن يعني بنهتم بالسكر؟ يعني طبعا السكر او الجلوكوز، يعني انت الان لما تجي السكر بتاعك في البيت تلقاه مثلا 150 ولا 200 ولا 90، بنقيسه بالملي جرام، الملي جرام في الديسيلتر من الدم. تمام، الجلوكوز ده بالنسبه للجسم زي البنزين أو الغاز بالنسبة للعربية. طب هو الطاقة المحركة.
الانسولين مهمته يدخل الجلوكوز من الدم لخلايا الجسم المختلفه، تمام، وهذه الخلايا تهضم او تستخدم هذا الجلوكوز لانتاج الطاقه اللي هي بنتنفس بها وبنتحرك بها وبنشوف بها وبنسمع بها وهكذا يعني. فاذا الجسم افتقد هذا السكر لان الانسولين ضعيف جدا، الجسم بيقوم يلتفت الى يعني مصادر اخرى للطاقه، يلتفت الى مصادر اخرى للطاقه من الجسم، لان الجسم لا يمكن ان يتوقف 5 دقائق عشان السكر، ما في، لازم يلتفت الى شيء اخر. بيلتفت الى الدهون، يحرق الدهون، يحرق الدهون. ولذلك تجد المريض بتاع السكر بتاعه عالي وما منتظم يعني لفترات طويله، تلقاه وزنه ماشي ناقص، لانه الجسم يهضم البروتين في الجسم دائما مخزن في العضلات، فتلقى الانسان بيفقد العظام وغير وغير. لذلك الانسان اللي عنده سكر يعني غير منتظم، التراكم بتاعه عالي وكده، تلقاه بيفقد وزنه. فقدان الوزن واحد من الأعراض الرئيسية تحت السكر، يعني دائما لما يجيك مريض في المستشفى يعني مثلا الطبيب يقول لك والله يا دكتور وزني ماشي ناقص، طوال تفكر في السكر، طوال تفكر في السكر. طيب دي صورة بتاعت دي الأوعية الدموية في الجسم، تمام، الأوعية الدموية في الجسم، دي الأوعية الدموية في الجسم، لأنه يا إخواننا مضاعفات السكر تحصل عن طريق تلف الأوعية الدموية. ولما نتحدث عن الأوعية الدموية، السلايد الثانية، نتحدث عن الأوعية الدموية، في الأوعية الدموية الكبيرة، تمام، وفي الأوعية الدموية الصغيرة أو الشعيرات الدموية. السلايد الثانية، أوكي، دقيقة. شايفين الشعيرات دقيقة جدا جدا، فدي بتملي الجسم، كل الجسم، يعني كيف؟ من الرأس إلى ال 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 إلى إلى القدمين، كل الأطراف، ولذلك وموجودة في أي مكان. عشان كده تلاحظ إنك لما تجي تقيس السكر بتاعك، يعني لما تطلع عن طرف الصباع بتاعك، شايف الدم بيجي من وين؟ بتثقب أو بتثقب هذه الشعيرات الدموية. فهذه الشعيرات الدموية موجودة في أي مكان. فلما يكون السكر مرتفع لفترة طويلة، يعني دائما يعني سنوات، يعني من 10 سنوات ل 15 سنة، السكر بتاع الواحد ما منتظم، التراكم عالي وكذا، فبيحصل تلف في الأوعية الدموية، ولذلك بيحصل تلف في جميع أنحاء الجسم. لكن الأعضاء الرئيسية اللي بتأثر فينا وبتظهر بصورة واضحة هي قاع العين مثلا او الشبكيه، والسكر هو طبعا يعني السبب الرئيسي في العمى. انا فكر عندي صوره للشبكيه لما بحاول اخوض، لكن يعني هذه الاعراض، وهذا يعني علم يعني المفروض يعني الناس كلها تعرف، يكون عندها يعني درايه بهذا الموضوع، يعني حتى تهتم يعني شوية بهذا الأمر. يعني السكر زمان كان يعني كان مرض خطير، الآن يعني توفر العلاجات وتوفر الثقافة ووعي الناس، وجود المستشفيات، وجود الجمعيات الخيرية زي جمعية السكر وكذا، يعني الوضع تغير كثير جدا جدا، الحمد لله. بقينا نشوف مرضى يعني بيعيشوا لفترات طويلة جدا، أعمارهم عادية جدا، وما بكون في مشكلة كبيرة إن شاء الله، طالما المريض يعني اهتم بنفسه واهتم بهذا المرض. يعني شوف السلايد الثاني، بس شايفين على يدكم اليمين دي قاع العين اللي هو بيسميه الشبكية، اللي هم بلاحظين فيه أوعية دموية، طبعا دي مكبرة، طبعا في الواقع بتكون أقل من كده كتير. دي الأوعية الدموية على اليمين، دي أوعية دموية طبيعية. على يدك اليسار هذه النقطة اللي شايفين، هذا عبارة عن نزيف أو أوعية دموية هشة جدا، تكونت نتيجة للسكر تراكمي عالي لفترات طويلة أو سنوات طويلة، وهذا وهذه الأشياء يعني في النهاية بتؤدي إلى العمى.
بالمناسبة ممكن الواحد عنده يكون العين بتاعته بنفس هذا الشكل والنظر بتاعه 6/6، لكن بين يوم وليلة ممكن يحصل نزيف، شايف كيف؟ في التجويف بتاع العين من هذه الأوعية الدموية الضعيفة ويؤدي إلى العمى. ولذلك يعني ضروري جدا جدا مهما كان السكر بتاعك شكلك كان يعني منتظم خالص خالص أو غير منتظم، لازم تشوف الدكتور بتاع العيون كل سنة. يعني أنت ما بتنتظر أعراض، أنا زي ما قلت لك ممكن العين على اليسار دي يكون النظر فيها 6/6 أو 100% يعني، لكن لازم تشوف الدكتور بتاع العيون. ليه تشوف دكتور العيون؟ لأنه دكتور العيون ممكن ينظر في الشبكية وينظر في الأوعية الدموية دي ويشوف مثلا أوعية دموية يعني ممكن تنزف في أي لحظة، فممكن يعالجوها يعني بليزر ولا كده عشان يمنعوا النزيف وكده. فزيارة دكتور العيون سنويا بتقلل احتمال العمى. طبعا أنا بقول سنويا، هو دكتور العيون لما نشوفك إذا ما رأى أي شيء يقول لك تعال بعد سنة، أما إذا رأى أي شيء قد يقول لك تعال بعد 3 شهور، تعال بعد 6 شهور. فلازم مريض السكر يعني يلتزم بهذه المواعيد، وبعدين ما تنتظر يعني دكتور السكر أو الدكتور الباطن اللي بيشوفك يقول لك شريك دكتور العيون. أنت خلي عندك الانيشيتيف، خلي عندك يعني أنت تكلم الدكتور. يعني أنا أوري الدكتور أنك عارف، يعني عارف يعني حاجة بالمناسبة، يعني شيء يذكر، يعني الدكتور يعني غالبية الدكاترة يعني مع كل أسف يعني إذا المريض إذا شعر إنه المريض يعني ما متشجع أو يعني ما عنده يعني ثقافة في المرض وكده وما بيسأل كثير وكده، هو بيكسل إنه يعمل له شيء. يعني لازم تكون أنت يعني مبادرة منك، انت تكون عارف هذا الشيء، تشوف دكتور العيون كل سنه على الاقل. لازم الدكتور بتاعك يحط لك البول للبروتين كل سنه اذا كان سلبي كل سنه. ليه؟ لانه نفس هذه الاوعيه الدمويه اللي انتم شايفينها، نفس هذه الاوعيه الدمويه موجوده وين قلنا؟ موجوده في الجسم كله، موجوده وين؟ موجوده في الكلى، فبيحصل فيها تلف برضه. وأول ما يبتدي التلف في الكلى يعني من أول الأعراض بتاعته ظهور بروتين، نوع معين من البروتين في كميات صغيرة جدا جدا اللي هي مايكرو ألبومين، فهذا يعني بيكتشف في البول. ما عنده أي أعراض، يعني لا بتشعر بألم، لا بتشعر بسخونة في البول، لا تغيير في لون البول ولا تغيير في رائحة البول ولا غير. فكيف حنعرف؟ بالفحص. فلازم الدكتور لما تمشي تقعد مع الدكتور المرة الجاية يقول يا دكتور فحصت لي البروتين في البول ولا ما فحصت؟ والدليل مهم، يعني ممكن نعمل شنو؟ يعني نحن إذا وصلنا مرحلة إنه في بروتين في البول بتنظيم السكر بأدوية معينة، هي في الحقيقة أدوية بتاع الضغط يعني بس تستخدم في هذه الحالات، اللي هي ارب اي سي اذا عندك رغبه تعرف هذه الاشياء. فهذه الاشياء بي 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 قد توقف عمليه التلف اللي ابتدت في كده. الان انا عاوز اي واحد يكون المره الجايه لما يمشي يزور الدكتور بتاعه ويقول اي دواء يمنع تلف الكلى، ومش الكلى بس، حتى العيون اللي انتم شايفينها ده برضه ممكن الادويه تمنعها. طبعا ما بنبداها الا يكون في سبب، يعني ما بنبداها كده زي ما بيقولوا السودانيين من الباب للطاب، يعني لازم يكون في سبب. يعني اذا كان الضغط مرتفع بنبتدي هذا، اذا ابتدت بعض المضاعفات دي بنبدا، ولكن ما بنبداها بدون سبب. طيب إذا تحدثنا عن المضاعفات السكر في العين، تحدثنا عن مضاعفات السكر في الكلى. دائما في اغلب الاحوال، اغلب الاحوال يمكن كل الاحوال، المضاعفات بتبدا في العيون في الاول بعدين تمشي للكلى. ليه؟ ما اعرف، ما بعرف، لكن بتبدا في العيون في الاول وبعدين بتمشي للكلى. اذا
إذا الدكتور بتاعك قال لك والله في شوية بروتين في البول لازم تشوف العيون، مش كده؟ يعني لأنه إذا قلنا المرض بيبدأ في العيون في الأول والواحد يكتشف في شيء في الكلى، لازم ترجع لإبتعاد العيون، تمام؟ الشيء الثالث اللي بيحصل برضه تلف الأعصاب الطرفية. تلف الأعصاب الطرفية بيحصل من شنو؟ من تلف الأوعية الدموية الدقيقة، بنفس الطريقة اللي أنتم شايفينها في العيون تكلمنا عنها في الكلى، بتحصل داخل الأعصاب الطرفية، وبيحصل الميل أو السخونة الشديدة في الأرجل، دائما بتكون في الأرجل. ليه في الأرجل؟ لأنه المضاعفات دي بتصيب الأعصاب الطويلة في الأرجل، فأنت أطول عصب عندك اللي هو العصب في الرجل، الأعصاب الواصلة للقدمين، فدي اللي بيحصل فيها المضاعفات في الأول. وإذا تقدم المرض الواحد بيبتدي يشعر إنه هذا التنميل وهذا السخانة وهذا الألم، أحيانا المريض بيوصف زي الكهرباء أو بيشعر كأنه ماشي له على مرتبة أو ماشي على حجار أو كأنه يعني في حريقة سخانة شديدة تحت رجله، وهذه الأشياء هذه كلها من الأعصاب. بتبدأ في القدم في الأول، في أصابع القدم، وتتقدم تطلع تطلع فوق، وبعد شوية بتبتدي تظهر وين؟ في الأطراف بتاعت اليد، تمام؟ يعني إذا واحد جاء اشتكى قال والله أصابعي فيها تنميل أو فيها سخانة، طيب رجلينك؟ الرجلين قال ما في أي حاجة. أغلب الأحوال ده بكون السكر حاجة تانية، يعني السكر يعني في أغلب الأحوال بيبدأ في الأرجل. فدي المضاعفات الثلاثة اللي ذكرتها أنا دي أقولها تاني بسرعة، اللي هي العيون والكلى والأعصاب الطرفية، بنصنفها نحن في مضاعفة السكر. المضاعفات الناتجة من الأوعية الدموية الدقيقة. طيب الأوعية الدموية الكبيرة، الأوعية الدموية الكبيرة مجازا تطبق على الشرايين التاجية اللي حول القلب، تمام؟ عشان كده السكر برضو واحد من الأمراض بتزيد احتمال تصلب الشرايين وكده، وفي المخ برضه الجلطات برضه سكر برضه واحد من الأسباب الرئيسية، بالإضافة للضغط والكوليسترول والتدخين وتقدم العمر وهذا الشيء. فهذه المضاعفات كلها كده على بعض يا إخواني وأخواتي مرتبطة ارتباط كبير جدا ب ب ب بتحليل بنعمله دائما وأكيد كلكم سمعتوا به، اسمه التراكم أو الـ A1C. التراكم هو الـ A1C، التراكم ده عبارة عن هيموغلوبين، الهيموغلوبين الأحمر في الدم ده المتفاعل أو مرتبط بالسكر. كل ما زاد السكر زادت نسبته، يعني هو أصلا موجود في الدم، يعني التراكم ده موجود في الدم دايما بنرمز له بنسبة مئوية. فالطبيعي انه يعني لحد 6% من الهيموجلوبين الموجود في الدم اسمه هيموجلوبين A1C اللي هو التراكم، نسميه التراكم، تمام؟ فلحد 6% تقريبا او اقل من كده شويه، ده الطبيعي. يعني من 6 لحد 6.4 ده بنسميه يعني بالعربي يعني على الطرف، يعني بوردر لاين، يعني ما طبيعي، وفي نفس الوقت ما ممكن نقول المريض عنده سكر، بين بين، تمام؟ بين بين 6.5 وانت طالع يا فوق ده بيعتبر سكر. بنستخدمه، بقينا نستخدمه يعني حديثا في تشخيص السكر التراكم. إذا لقينا التراكم أقل من 6 نقول طبيعي، من 6 لحد 6.4 بين أو ما قبل السكر، يعني حالة ما قبل السكر في الدايابيتس، وبعدين 6.5 وأنت طالع ده بيعتبر المريض عنده سكر. لتشخيص السكر برضو بنستخدم فحص السكر عادي صايم، الواحد هو صايم، يعني إذا لقينا السكر مثلاً 126 أو أكثر
هنا المريض بنقول عنده سكر، لقيناه من 100 لحد 125 ولا كده، برضه ما قبل السكر او بين بين، لو هو صايم الواحد، او اذا قسته كده في اي وقت ولقيته 200 او اكثر، بالذات اذا المريض عنده اعراض بتاعت ارتفاع السكر اللي هي زي ما قلنا قبيل التبول الكثير والعطش والصداع وزن كده، بنقول برضه المريض عنده السكر. طيب نتكلم بسرعه جدا عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ الادويه، لانه انا الى الان ما تحدثت عن دورك كمريض او تحدثنا يعني بسيط جدا. يعني الادويه الموجوده اللي انتم بسموه المنظم الميتفورمين، ده طبعا من الادويه الشائعه جدا جدا وما زالت يعني من الادويه الاساسيه بتاعت السكر. طبعا نتكلم عن الادويه في حبوب وفي انسولين. ذكروا النوع الاول من السكر ذاك، قلنا المريض بيكون ما عنده انسولين خالص خالص تقريبا، يعني هذا ما ممكن نديه حبوب، يعني ده لازم من اول يوم طوالي على الانسولين. النوع الثاني من السكر بنبدا بالحبوب، وقد نبدا بالانسولين برضه، او المريض في يعني بعد فتره قد يحتاج الى انسولين، او قد نحتاج نوقف الحبوب كلها وندي الواحد انسولين. وهنا يعني انا يعني بحب اذكر حاجه، لانه يعني من ملاحظتي يعني في يعني خبرتي مع المرضى وكده، يعني المريض دائما لما تجيب له سيره الانسولين يعني يتضايق جدا جدا، ما اعرف، لانه زمان في الماضي كان استخدام الابر يخلي الواحد يفكر في استخدام أو مرتبطة في ذهن الواحد باستخدام المخدرات وهذه الأشياء. وبعدين لأنه استخدام الإنسولين برضو في الماضي كان يعني الواحد لما يصل مرحلة لا يحتاج إلى إنسولين، لأنه زمان ما كان في ثقافة بالدرجة، ما كان في عناية بهذه الدرجة، ما كان في أدوية متوفرة زي ما متوفرة الآن، حتى إذا متوفرة كانت يعني تكون أسعار مثلا غالية، أو الناس ما عندهم طريقة مثلا وكلام زي ده يعني. فكان زمان لما نبدأ المريض على الإنسولين يكون خلاص يعني المريض كل الأعراض أو أقصد كل المضاعفات عنده، يعني تلقاه مثلا حماكم الله يصيب بالعمى غير أو غير وغير، فأصبح مرتبط في ذهن الناس استخدام الإنسولين بهذه الأشياء. وبعض الناس بيفتكر إنه الإنسولين زي الإدمان، يعني أول ما تاخذ خلاص اول طعنه بعد الانسولين خلاص ثاني انت الانسولين ده هتستخدمه الى الابد. فهذه مفاهيم خاطئه. كل الادويه الموجوده الان في السوق المستخدمه للنوع الثاني تلقوها اذا مشيتوا قريتوا عنها تلقوها عندها علاقه وسيطه جدا بالانسولين، يا اما بتزيد الانسولين تمام، يا اما بتزيد الحساسيه الجسم او استجابه الجسم للانسولين، او بتنقص السكر بطريقه معينه في خروج في البول وكلام زي ده. يعني في النهايه الموضوع كله يعني عنده علاقه زي ما قلت مباشره او غير مباشره بالانسولين. فلذلك يعني انا بدعو الناس انها يعني لا تتضايق او تتضجر يعني من 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 ذكر اسم الانسولين كده. يعني فالانسولين عباره عن هرمون، عباره عن بروتين، تذكروا السبح نفس الحكايه، لكن بدل جلوكوز ما ضمينية، هو بروتين، فمهمة إنه ينزل السكر. ولذلك يعني هو من أنجع الأدوية يعني المستخدمة الآن في علاج السكر. النوع الأول طبعا هي العلاج الوحيد، والنوع الثاني يعني بتستخدم أحيانا. في حاجة مهمة عايزكم تعرفوا عن النوع الثاني من السكر، هذا المرض طبعا بيختلف من واحد إلى واحد، يعني استجابة المريض للإنسولين أو مدى حساسية المريض للإنسولين بتختلف من واحد إلى واحد. وبعدين الاختلاف الثاني برضو، في بعض الناس بيجيهم السكر وهذا السكر يعني ما عايز أستخدم كلمة يتدهور، لكن بيتقدم ببطء شديد جدا جدا، يعني الإنسولين بيبتدي ينقص ببطء شديد جدا جدا بمرور الزمن، أو استجابة الجسم للإنسولين بتبتدي تقيل برضو بمرور الزمن. ولذلك تجد المريض مثلا في الأول مثلا ممكن يكون بس
الحمية تكفي مثلا للعلاج، وبعد شوية تلقى نفسك بتديه مثلا مال منظم مثلا، بس حبة واحدة 500 ملي جرام في اليوم، بعد شوية حبتين، بعد شوية تضيف الدواء الثاني والدواء الثالث والدواء الرابع، وبعدك تدري انسولين وهذه الأشياء. المرض بيختلف من واحد لواحد، لكن هذا ما مهم، المهم إنه خلال هذه الفترة اللي بيتقدم فيها المرض نكون ملتزمين بمواعيدنا مع الدكتور. الدكتور بيعمل تحاليل، بيقيس التراكم، بيشوف هل محتاجين نزيد الأدوية، محتاجين ننقصها وكذا وهكذا يعني. وشيء آخر بخص النوع الثاني من السكر، اللي هو يمكن ذكرته في أول المحاضرة، ارتباطه بالوزن. الوزن يعني في علاقة وثيقة جدا جدا بين الوزن والسكر يعني. حتى إنه بعض الناس يعني إذا وزنهم نقص بتلقى إنك لازم تنقص الأدوية، في أحيان كثيرة ممكن توقف الأدوية تماما. وأنا ممكن يعني أحكي لكم قصة أو قصتين يعني من المرضى، يعني أنا في واحد من المرضى أو اثنين أو ثلاثة شفتهم قبل كده، كانوا بياخد واحد فيهم بتذكر كان بياخد أكثر من 400 وحدة بتاعت أنسولين، بياخدوا منه كون أنسولين، بيعرفوا يعني الكمية دي كبيرة جدا قدر كيف، شايف كيف يعني، دي قريب للفتيل يعني. في اليوم الواحد بياخد 400 انسولين، 400 وحده بتاعت انسولين. ف هذا المريض يعني قدر ينقص وزنه بصوره كبيره جدا جدا، لدرجه انه بقى ما محتاج لانسولين، حتى ذاته بطل يجي يشوفني. انا ليه بقول لك الكلام ده؟ لانه في ارتباط وثيق جدا، انت من الذين يعانون من النوع الثاني من السكر في زيادة في الوزن، لازم يعني تحاول بأي طريقة من الطرق يعني تنقص الوزن. هذا شيء يعني مهم جدا. طيب نشيل السلايد الثانية أخذ. الآن نجي لدور المريض. يعني أنا ما بقدر يعني لك أكثر من كده يعني اهتمام المريض بمرض السكر يعني مهم جدا جدا، ويفوق أحيانا دور الطبيب. تمام. ف هذا الصورة اللي انتم شايفينها هنا دي انا الورقة اللي بديها لأي مريض بشوفه بمرض السكر. أول حاجة لازم تقيس السكر بتاعه، يعني إذا قدرت يوميا تقيسه يوميا، لازم تقيس السكر بتاعك. طيب كيف تقيس السكر بتاعك؟ ما أعرف إذا الصورة واضحة، لكن يعني دائما يعني قد تجد اختلاف بسيط بين الأطباء، لكن دائما يعني القياس قبل الأكل، يعني قبل الأكل، قبل الفطور مثلا، قبل الغداء، قبل العشاء. وعندنا في بعض الناس كثير جدا يعني بشوفهم بيقيس مثلا الصباح بس. طيب يعني كويس إنك بتقيس، طيب قيس الصباح، لكن يعني ممكن يكون السكر بتاعك الصباح يكون مثلا كويس جدا، لكن تجي تقيسه قبل الغداء وقبل العشاء وعند النوم تلقى عالي جدا جدا. فاذا انت بتقيس في مكان واحد بس يوميا فما بتقدر تعرف. واحيانا ودي ما كثيره شديد يعني بيكون السكر اعلى شيء الصباح، يعني تصحى الصباح مثلا تلقاه 200 190 220 230، لكن خلال اليوم يكون طبيعي. فانت بيكون عندك انطباع ان السكر بتاعك ده والله عالي جدا جدا. تمام. عكس المثال الاول اللي هو المثال الشائع انك بتقيس الصباح فقط السكر بتاعك كويس، فتفتكر انك السكر بتاعك كويس، بعدين تمشي للدكتور تفاجئ بانه التراكم بتاعك عالي. تمام. فنصيحتي لك انا كالاتي، اذا كان انت بتقيس مره واحده في اليوم ودي عندها شروط، يعني انا دائما المريض السكر بتاعه ممتاز جدا جدا، التراكم بتاعه كويس خالص خالص، يعني بقول لك قيسه مره واحده في اليوم. وين تقيس؟ تقيس يوم قبل الفطور، اليوم الثاني يا أخي قيس قبل الغداء، اليوم الثاني قيس قبل العشاء، اليوم الثالث عند النوم، واليوم الرابع قبل النوم، وهكذا. لما يمر شهر بتلقى نفسك أنت قايس السكر بتاعك
بنج السكر بتاعك في كل اليوم معروف ومفهوم. وبعدين بالمناسبة لما تعاين للسكر، يمكن بيكون في إجابة لبعض الأخوان هنا، لما تعاين للسكر بتاعك ممكن تعرف التراكم بتاعك كيف. شوف، إذا لقيت متوسط السكر بتاعك قبل الوجبات، قبل الوجبات بالمناسبة أنا لا أحب خالص خالص قياس السكر ساعة ولا ساعتين بعد الوجبة. يعني أنا في بعض الأطباء قد يختلفوا معي، ولكن هذا من تجربتي ومن خبرتي. أول حاجة أنا أفتكر إنه يعني ضياع للشرايح، وبعدين فحص كثير أكثر من اللازم، وبعدين بتسبب الضجر والضيق للمريض، يعني لأنه بعد الأكل أصلا السكر مرتفع حتى في الإنسان الطبيعي. يعني لما الإنسان الطبيعي اللي ما عنده سكر لما يأكل بيكون شوية ارتفاع، فما بالك لما يكون المريض عنده سكر أكيد برضه بيكون في ارتفاع. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأنه السكر قبل الوجبات عنده علاقة وثيقة جدا 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 بالتراكم. كيف؟ لما أنا أعاين لقراءاتك قبل الوجبات بقدر أعرف التراكم بتاعك. إذا لقيت إنه مثلا متوسط السكر بتاعك 170، المتوسط 170، المتوسط يعني ال 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 المتوسط طبعا يعني نص القراءات، ممكن تقول مثلا اكثر من 170، بس النص الثاني اقل من 170. كويس، يعني كل واحد عنده مفهوم لانه بس المتوسط، يعني ما عايز اخش في الحساب هنا، لكن المتوسط بتاع السكر اذا كان 170 اعتقد انه التراكم بتاعك حيكون 7 او حاجه حول السبعه، 7.2 من 10، 7.3 من 10. اذا كان متوسط السكر بتاعك 200 حيكون التراكم بتاعك 8 تقريبا، المتوسط بتاعك 250 9، المتوسط بتاعك 300 حيكون التراكم بتاعك 10 وكده. طيب ليه التراكم يا اخواننا مهم؟ التراكم مهم يا اخواني واخواتي لان الدراسات الكبيره جدا اللي اتعملت في السكر وجدت انه التراكم لما ارتفع بتزيد المضاعفات. تمام؟ فاذا نحن بنستخدم هذا التراكم لمعرفه هل المريض بتاع السكر ده السكر بتاعه منضبط ما في خوف عليه ولا لا، التراكم بتاعه عالي محتاجين نعمل حاجه. وبعدين طبعا يعني الشيء العام اللي بنقوله يعني عاوزين التراكم تقريبا يكون يعني طبعا يعني طبعا يعني بتختلف من يعني ما بنعامل كل المرضى بنفس الشكل. يعني مثلا اديكم مثال يعني بسيط جدا جدا، يعني مثلا واحد عمره قبل العمر عمره 22 سنة 23 24 سنة، يعني زي ده، يعني الحياة قدامه لسه طويلة. فزي ده نحن بنكون حريصين جدا معه، دارين السكر بتاعه التراكمي إذا قدرنا ننقصه أقل من 7 بننقصه، يعني بجهد. وإذا هذا مثال أو هذا يعني الآخر واحد مثلا يعني ربنا يديكم طول العمر والصحة، يعني واحد مثلا عمره 90 سنة مثلا باقي في السرير ما بتحرك، يعني ما بقى له في هذه الحياة إلا يعني مثلا طعم الأكل، يعني تذوق الأكل، يعني هذه المتعة الوحيدة اللي فضلت، يعني فاهمين كلامي؟ يعني هذه الحياة، يعني يا أخوان أنا ما أقصد شيء، يعني فده لا، أنا ما عايز التراكم بتاعه يكون 7 8 9 والله حتى 10 ذاته يعني كويس، يعني كده يعني. فالقصد من هذه المثالين يعني نحن بي 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 بنمشي حسب الحياد بتاعت المريض. في حاجه ثانيه مهمه جدا يعني انا عاوزكم تفكروا فيها تماما، يعني بالمناسبه يعني هذا القرار بتاع التراكم بتاعك انت يكون كم بتاخذه المريض. طب انا يعني اقول لكم كاعتراف، انا كيف بحدد التراكم بتاعك انت؟ يعني كيف انت تجيني واقول انا والله التراكم بتاعك 8 كويس 8 ونص كويس؟ طب ما ممكن تحصل لي مضاعفات انا ب 8 ونص. عارفين السبب شنو؟ انت لما انت تشعر انه هذا المريض يا اخي والله يعني ما عنده اهتمام خالص خالص، تقول له قيس لي السكر بتاعك يعني قبل الوجبات وتجيبه لي، ما بقيس السكر بتاعك. الادويه بتاعته شهر شهرين ما يصرفها ما ياخذ. لما الطبيب يشعر انه والله يا اخي هذا المريض يعني ما مهتم،
فخلاص بيبقى الهدف بتاعي مع هذا المريض انه امنع انه يتنوم في المستشفى، يعني القليل القليل اللي يخليه بس بعيد من المستشفى وشاعر انه في صحة جيدة. يعني فهمتوا الكلام ده؟ ايه كلام خطير طبعا، هذا كلام مكتوب في الكتب. يعني انت اللي بتحدد التراكم بتاعك بصورة غير مباشرة مع الطبيب باهتمامك انت. المريض لما الدكتور لما يلقى واحد مهتم جدا جدا، يجي في مواعيده، التحاليل بتاعته بيعملها، ادويته بياخذها بانتظام، الزياره كلها عباره عن اسئله ويستفسر اي من القلق عن حالته، هذا المريض الطبيب يعني بيحب يتعامل معه. فلذلك دورك انت كمريض مهم جدا جدا. فقياس السكر يعني بهذه الطريقه مهم جدا جدا. طيب انا في واحد يعني دائما في واحد يعني المرضى كثير جدا 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 بيسالوا، يقول لي يا دكتور يعني انت عاوزني اقيس السكر بتاعي مرتين في اليوم او 3 مرات في اليوم او مرات يقول 4 مرات في اليوم، بعض المرضى 4 مرات في اليوم، الحوامل بنقول لهم قيسوا 7 مرات في اليوم. بالمناسبه الحوامل هم الوحيدين اللي انا بقول لهم قيسوا السكر قبل الاكل وبعد الاكل، قبل الاكل وبعد الاكل بساعتين. ليه؟ لانه ديل ما مريضين، ده ما مريض واحد، ديل 2، المريض نفسه والجنين اللي في بطن الام. فالجنين في بطن الام ما عنده علاقه باكلته ولا ما اكلته، فما عايزين السكر بتاع الام يرتفع لانه بينعكس عليه ويؤدي الى مضاعفه. فلذلك بنحب نشوف السكر بتاع يعني قبل الاكل وبعد الاكل. اما الواحدة ما حامل أو رجال يعني فبنقيس قبل الوجبات. فنرجع للأسئلة الشائعة اللي دايما بيسألوني يا دكتور، يعني أنا أقيس مرتين 3 مرات في اليوم أو 4 مرات في اليوم وما أشوفك إلا بعد 3 شهور، أنا هستفيد شنو من الضخمة دي كلها؟ يعني ما في واحد بيستفيد منها أكثر مني، ما في واحد بيستفيد منها أكثر مني. كيف؟ نحن قبل تكلمنا عن النشويات صح؟ وقلنا النشويات هي الوحيد اللي بيأثر. طيب قلت لكم ما في دكتور بيقول لك تاكل قدر شنو، انت اللي بتعرف. كيف تعرف؟ من قياسك للسكر. يعني انا اديكم امثله، يعني مثلا افرض مثلا واحد مثلا اكل جاء قبل الفطور قياس السكر بتاعه لقاه 120 مثلا واخذ العلاج بتاعه واكل، يقول مثلا اكل بيض طين مثلا و سندويتش مثلا بتاع جبنه، سندوتشات السلايس دي اسمها سلايس توست دي فيها جبنه، طبعا البيض بروتين والجبنه برضو بروتين، ما بتاثر في السكر. مين اللي بيأثر في السكر؟ التوستات دي. تمام، استدل للناس اللي يعني عايزين يعرفوا الاشياء دي، تقريبا فيها زي 30 جرام بتاع نشويات. طيب اكل هذه الاشياء وقلنا السكر بتاعه كم؟ 120. طيب جاء وقت الغداء، يعني فرضا انه ما اكل اي شيء بعد الفطور، جاء وقت الغداء قاس السكر بتاعه لقى 200. هو اللي بيعرف انه والله استدل يعني كثيره جدا علي، انا ما اقدر اكل كم. طب اعمل شنو؟ اكل توسته واحده؟ لا انا عاوز اكل توستتين. طب إذا لازم تتكلم مع الدكتور بتاعك تقول له يا دكتور جرعة الإنسولين اللي أنا بأخذها أو الحبوب اللي أنا بأخذها دي ما بتكفيني، لأنه أنا أكلت توستتين بس ورفعت لي السكر من 120 ل 200. فالواحد لما يقيس بيتعلم، بيعرف الكمية بتاعت النشويات الزائدة الجسم ما بيقدر عليها من الكميات الأقل بما بيحتاج، وممكن السكر بتاعه ينخفض. ولذلك القياس بتاع السكر مهم، يعني مهم جدا جدا. يعني لازم لما تقيس لازم يعني تعاين فيها، كان قبل الفطور كده وقبل الغداء بيجي كده، تفكر في الفطور اللي انت اكلته، يعني النشويات اللي انت اكلتها. وده برجعنا تاني لثقافتك عن النشويات. يعني الشيء كويس انه الانسان عموما بطبعه يعني دائما بيحب اشياء معينه،
ودائما بياكل، يعني تلقى اغلب الناس بيفطروا نفس الفطور كل يوم كويس، او حتى اذا ما فطروا نفس الفطور بياكل الاشياء المعتادين ياكلوها. فمن السهل جدا انك انت تقدر تعرف النشويات اللي فيها شنو. طبعا يعني الناس امكانياتها مختلفه، يعني في بعض الناس ممكن يخشوا على اليوتيوب وعلى الانترنت ويبحثوا عن النشويات وحساب النشويات وكيف اعرف انه دي فيها التفاح فيها كم، التفاح دي فيها 15 والبرتقاله فيها كذا والموز فيها 34 35 جرام وهكذا يعني. ففي بعض الناس يعني بتقدر تفهم هذه الاشياء. اذا انت شعرت انك والله لا يا خان من الناس كمبيوتر وانترنت وهذه الاشياء يعني ما بعرفها، طيب عندنا اخصائيات بتاع تغذيه موجودين يعني تقريبا في كل المستشفيات، مثقفات بتاع السكر، ففي اشياء كثيره جدا ممكن انت تعملها. عموما المريض بتاع السكر يعني بيحتاج يشوف الدكتور بتاعه بصوره منتظمه، يعني لازم يعني تتابع مع الدكتور على طول على طول. يعني هو حقيقة يعني حتى الناس اللي ما عندهم أي أمراض، يعني واحد اللي عنده سكر اللي عنده ضغط اللي عنده اللي عنده برضه يحتاج يشوف الدكتور على الأقل مرة في السنة، مش كده؟ يعني الواحد يعني الشيء الطبيعي في الطب المعاصر الآن الواحد ما بينتظر لحد ما يمرض. يعني زمان زمان خالص كان الواحد ما بيمشي المستشفى الا لما يقع خلاص يشيلوا كده اهله يجوا جاري بيه وداخلين بيه والطوارئ. الكلام ده انتهى. يعني الان الناس بتمشي المستشفى او للطبيب يعني بصوره دوريه، يشوف الضغط بتاعك كيف، لانه اغلب الامراض يا اخوانا يعني ما عندها اعراض اغلب الامراض الا خلاص تصل الحد الاخير. يعني الضغط مثلا، الضغط يسموه القاتل الصامت، يعني ما بيعمل اعراض، يعني الواحد ما بيجي اعراض الا ضغطه لما يصل 180 190 200، حتى في بعض الناس في الميتينات ما يكون عندهم اعراض. الواحد ما بيقدر ينتظر ما بيقدر يعرف. تمام. الكوليسترول عنده اعراض، عنده مضاعفات، فجاه الواحد ممكن يحصل له مثلا يعني الله مثلا سكتة دماغية، لو هارت اتاك أو حاجة كده أو جلطات في أي مكان، ما بنتظر لحد ما تحصل له أعراض. الواحد بيمشي للطبيب يعني على الأقل، ده أنا بتكلم عن الناس الصحفيين 100% يعني مش الطبيب 100%. في بعض الناس بيعملوا مثلا نساء مثلا الصور بتاعت الثدي الماموجرام، المنظار بتاع الغولون مثلا بعد ما الواحد 50 سنه وهكذا. يعني المريض بتاع السكر بالتاكيد يعني باب اولى يشوف السكر بتاعه، يعني حتى اذا انت بتقيس السكر بتاعك في البيت تمام وشاعر بنفسك يعني بصحه جيده وكده، برضه بتحتاج تمشي للدكتور يشوف البروتين بتاعك زي ما قلت لك في البول، الكوليسترول بتاعك يشوف الضغط بتاعك. بالمناسبه الكوليسترول والضغط، الكوليسترول الدهون يعني عندهم علاقة وثيقة جدا جدا بالسكر. يعني يندر ما تجد مريض بتاع سكر ضغطه ما مرتفع أو الكوليسترول بتاعه ما مرتفع، ما كلهم طبعا لكن يعني يندر. فلذلك ضروري جدا الدكتور يقيس لك التراكم بتاعك كل 3 شهور أو 4 شهور. أحيانا بنقول للمريض تعال بعد 6 شهور، يعني المريض اللي بيكون السكر بتاعه يعني بأقل شيء بحميه مثلا او بحبه واحده بتاعت ميتفورمين ولا حبتين التراكم بتاعه اقل من 7 وكده ولفترات طويله زي ما بنقول تعال بعد. لكن لا، اذا الدكتور بتاعك انت مشيت له عشان السكر وقال لك تعال لي بعد سنه، يعني اللي في عيونه كده يقول لك كيف يعني؟ ما ممكن كده، ما ممكن يعني. بل بالعكس، يعني اذا جاك المريض مثلا السكر بتاعه ممكن تقول له قيس السكر بتاعك قبل كل وجبه، تعال لي الاسبوع الجاي او رسل لي قراءاتك الاسبوع الجاي. فالشاهد انه يعني مريض السكر محتاج لمتابعه دقيقه جدا جدا. وبعدين ده ذكرني ببعض المرضى، يعني
دائما يقول لك انا والله بشعر بالسكر، ما بقيسس. ليه ما بقيسس؟ يقول لك والله بشعر به، وكان ينخفض بشعر وكان ارتفع بشعر. طبعا انا ما بكذبه، لكن ده مفهوم خاطئ جدا جدا. ليه؟ لانه دور الزمن كيف يا اخت ريهام؟ ايوه دكتور واصل، السكر لما يكون يعني لما يبتدي يرتفع، الجسم بيتأقلم عليه. اي نعم، انت الايام الاولى ممكن تشعر السكر بتاعك عالي، بتشعر نظرك تبقى ما منضبط، صداع، فتور، لكن بعد شوية الجسم بيتأقلم. فاذا كنت انت بتشعر بال200، المره الجايه ما بتشعر بال200، تشعر ب250، تشعر ب300، تشعر ب400. يعني قاعدين نشوف مرضى بيجونا مثلا ب400 و500 وتمام التمام، ما شعر باي حاجه. والعكس برضه صحيح، يقول لك مثلا اذا السكر انخفض بشعر. طيب اذا تكرر الانخفاض الجسم يعتاد، ودي ظاهرة خطيرة جدا بالمناسبة. يعني الواحد لما يحصل له انخفاض للسكر الكثير، الجسم بيقوم يتأقلم على السكر المنخفض، تلقاه ماشي عادي في الشارع والسكر بتاعه 30 أو 40. لكن وين الخطورة؟ إذا ممكن يغمى عليه بدون أي سابق إنذار، لا قدر الله، ممكن يكون سايق عربية ولا واقف له في مكان خطر ولا كده، ممكن بدون أي سابق إنذار ممكن يغمى عليه. فالواحد يعني ما يستخدم هذا الشعور كعذر انه ما يقيس السكر بتاعه. لازم تقيس السكر بتاعك، ما في اي بديل. وبعدين يعني نحن بنتفهم يعني انه يعني قياس السكر بالذات للناس اللي عندهم انسولين، يعني كثره قياس السكر يعني فيها شيء من الارهاق، يعني الارهاق الصباعي والارهاق النفسي يعني والضجر وكذا. لكن يعني هذه يعني ضرورة، يعني من الضرورات، يعني لا يمكن أن يعالج السكر بدون معلومات. المعلومات اللي بتحتاج لها أنت، بيحتاج لها الطبيب، هي السكر بتاعك. في أجهزة طبعا جديدة، جهاز جديد اللي هم بنسموه بيه، اللي هم فري ستايل ليبري. فري ستايل ليبري ده يعني عايز اعمل له دعايه، يعني وهم كان يستحق الدعايه يعني، لكن موجود يعني في صيدليات النهدي. يعني مرش جدا جدا بالذات للاطفال، يعني الناس اللي بيستخدموا الانسولين، الناس اللي بيحتاجوا يعني ياخذوا جرعه بتاعت الانسولين قبل كل وجبه. الفريستايل ليبري يعني كلكم سمعتوا، يعني جهاز الواحد بيشتريه تقريبا ب 250 ريال. بتجي معاه شريحة حساسة بتطبطب على الجلد لمدة أسبوعين. فهو جهاز صغير زي نص التلفون، تجيبه قريب كده من الجهاز بيديك القراءة مباشرة. مش كده وبس، هو بنفسه بيقيس كل ربع ساعة. أنت لما تجي تقيس وتجي تقيس تاني، بينزل لك القراءات بين القراءة الأولى والثانية، وممكن توصله بالموبايل بتاعك أو بالكمبيوتر بتاعك بيته، بيديك يعني جرافات كده وبوريك متوسط السكر بتاعك كم، وبيرتفع وين وبينزل وين وكده. فمرة يعني مفيد جدا جدا. يعني إذا كان المستشفى اللي أنت بتمشي لها بيديه، يكون كويس جدا جدا. ما إذا يعني عندك إمكانيات كمان تشتري أفضل يعني. لكن يعني القياس يعني ما هو مشكلة كبيرة. أنا دائما بتذكر يعني لما المريض يتضايق من قياس السكر، بقول له كان عندي زمان مريضة كبيرة في السن عندها 4 ولا 5 أجهزة. تجيب الأجهزة كلها تحطها قدامك كده، 1 2 3 4 5، تضع عن نفسها تقيس بالجهاز ده، تضع عن نفسها تقيس بالجهاز ده. استغربت فيها يعني يعني ليه بتعمل كده؟ قالت لي والله بس بستمتع، بس يعني اشوف الفرق بين ده كم وبين ده كم وبين ده كم وبين ده كم. تجيب لي 60,000 قراءة، حتى انا ذاته ما اقدر اعرف ارتبها كيف يعني. فيعني يعني الموضوع يعني ما هو سيء يعني هذه الدرجة. فبس زي ما قلت لكم، تقيس قبل الوجبات يعني، وتحاول يعني تستفيد منه وتتعلم منه يعني. يعني لانه الدكتور اصلا لما انت تجيه بعد 3 شهور، لما
المريض بعد 3 شهور أو 4 شهور. يعني مثلا نقول مثلا التراكم بتاعه كان 7 لقيته 9، تمام، وما عمل له أي قراءة. طب أنا عارف إنه السكر بتاعه عالي، يعني من 7 بقى 9، لكن أنا أعمل شنو حس؟ يعني إذا بياخد أنسولين وين أزيد له الأنسولين مثلا؟ السكر هل مرتفع الصباح؟ ها؟ ولا مرتفع خلال اليوم؟ ولا مرتفع بعد وجبة معينة؟ هو السكر بتاعه مرتفع، مع المتوسط بتاعه ارتفع. فلذلك القراءات تسجيلها وتجيبها للدكتور بتاعك مهمة جدا. الدكتور زي ما قلت لكم برضه، يعني لما نشعر إنه في شوية اهتمام، يعني بيخجل من نفسه، فهمتوا عليه؟ يعني بيبذل قصارى جهد إنه يعني يساعد. السكر غير الأمراض الأخرى يعني بيحتاج لاهتمامك الشخصي، وبيحتاج لمعرفته، بيحتاج للثقافة بتاعته. السكر بيتغير من وجبة لوجبة، تمام، وانت بتشوف الدكتور كل 3 شهور. الدكتور ما معك واحد معك بيمشي معك كل وجبة، يجي في جنبه يقول لك لا أكل ده وأكل ده وكثرت من ده ونقصت من ده. أنت طبيب نفسك لمدة 3 شهور إلى أن تأتي إلى الطبيب. أفتكر يعني أنا يعني أكثر من اللازم. لما أنا أفتكر يعني أوقف للأسئلة، أي واحد عنده سؤال. تمام يا دكتور. أوكي. شكرا يا دكتور على المعلومات القيمة. ننتقل إلى الجزء الثاني من المحاضرة، الأسئلة. هل المنظم له مدار، وما هو أفضل منظم إذا لم يكن له مدار؟ طبعا الشيء الشائع هنا في عالمنا الشرقي هنا استخدام كلمة المنظم للدواء المعروف اللي اسمه الميتفورمين. وبرضه لاحظت انه الناس ابتدت برضه تستخدم كلمة المنظم لنوع معين من الانسولين اللي هو اللانتس، للناس اللي بياخذوا الانسولين. والحقيقة ما في يعني كلمة منظم دي يعني كلمة يعني شيء من عدم الصحة. يعني منظم هو يعني دواء من أدوية السكر، يعني من الأدوية القديمة جدا جدا، الميتفورمين، أو الناس بيعرفوه بالجلوكوفاج برضه. الميتفورمين ده الجينيريك هو الاسم العلمي، لكن الاسم المشهور اسم الشركة الجلوكوفاج. فالجلوكوفاج ده يعني زي ما قلت من الأدوية الآمنة جدا جدا. يعني مشكلته انه يعني بعض الناس ما بت يعني بي عنده بيعمل اعراض بتاعت جهاز الهضم، يعني قسيان، امساك، او بعض الناس حتى كمان اسهال، واسهال متكرر يعني 3 4 5 6 7 8 9 مرات في اليوم مثلا، والم بتاع بطن. بعض الناس ما بيقدر يتحمله، لكن بيجي في 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 الشكل اللي نحن بنسميه اكس ار او اكستندد ريليز، يعني بطيء المبعوث، خلينا نقول مثلا بطيء المبعوث اذا جاز التعبير. فده يعني جسم بيمتصه ببطء وكده. ففي بعض الناس اللي ما بيتحملوا الميتفورمين الجلوكوفاج العادي ممكن يستخدم الجلوكوفاج اكس ار. ده شايف الجلوكوفاج اكس ار ده يعني واحده من الاعراض او المضاعفات بتاعته نادره جدا جدا جدا. يعني انا أقول لكم طيلة ال 30 سنة الماضية يعني وأنا بمارس هذه المهنة، يعني يمكن شفت لي 3 مرضى بس لهم كده نوع نادر جدا، واحد اللي هو تراكم الحامض اللاكتيكي أو اللاكتيكسيوز، نادرة جدا جدا تحصل في المرضى اللي عندهم يعني فشل. ما نستخدمه في الفشل الكلوي، يعني مريض عنده فشل كلوي وكده ما بنستخدمه. مفهوم خاطئ انه بأثر في الكلى، لا هو ما بأثر في الكلى. اذا الكلى لانه بيخرج من الجسم عن طريق الكلى، فاذا كان في فشل كلوي يعني من الدرجه الثالثه او اكثر يعني بنتحاشى هذا الدواء، وان كان برضه يعني فيه امان في هذا المستوى يعني، لكن بنتحاشى في نتحاشاه في هذا المستوى بتاع الفشل الكلوي. الطريقه اللي بيشتغل بها المنظم
بيقلل امتصاص السكر من الامعاء، بيزيد حساسية الجسم للأنسولين، يعني استجابة الأنسولين لاستجابة الجسم للأنسولين بتزيد، وبيقلل إنتاج السكر الفكر ده يعني الرول الرئيسي بتاعه يعني. وهو من الأدوية الآمنة جدا جدا المستخدمة، يعني أول خط مواجهة السكر. من النوع الثاني، النوع الأول لا مستحيل نستخدمه، النوع الأول يحتاج لإنسولين. سؤال ثاني؟ تمام، ننسى السؤال الثاني. بس قبل ما أقول السؤال الثاني، عندي بس تنويه بسيط. بالنسبة لأجهزة الفريسي طايل الليبري، الجمعية بتوزعها مجانا لأطفال السكري، حرصا من جمعية السكري السعودية الخيرية على تقديم الدعم المستمر للمصابين بداء السكري. فإن الجمعية توفر الأجهزة المختلفة لقياس نسبة السكر بالدم للأطفال والكبار، فمن يرغب في الحصول على الجهاز الرجاء التواصل على الأرقام الآتية موجودة عندكم على الشات إن شاء الله. ونواصل الأسئلة. دكتور، أنا مريض سكر من النوع الثاني. أنا مريض سكر من النوع الثاني، أستخدم حبوب جالفيزميت 850 50 مرتين، وأستخدم حمية الكيتو. أول شهر من استخدام الحمية كان في تحسن، بعده في يعني خلال شهر يرتفع السكر إلى 300 215 270، وماشي على الرياضة 45 دقيقة أو أكثر، بس السكر ما زال مرتفع. إيش رأيك دكتور؟ أي طبعا. طبعا ال 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 الناس اللي ما بيعرفوا الكيتو، الكيتو اللي هو عبارة عن نوع من الحمية، الواحد يعني تقريبا يعني بياكل كميات بسيطة جدا جدا من النشويات. والدواء اللي ذكره السائل يعني هو يعني نوعين من الأدوية، اللي هو المنظم بيقولوا عليه منظم الجلوكوفاجا والميتفورمين، ومعاه دواء ثاني اللي هو القلب فيلداجليبتين، برضه واحد من الحبوب بتاعت السكر. يعني طريقة عملها يعني معقدة شوية، لكن من الأدوية الجيدة جدا جدا. فبالنسبة لسؤال ارتفاع السكر، طبعا يعني أنا زي ما ذكرت إنه هذه الأدوية كلها بتشتغل عن طريق الأنسولين. فأنت لما تكون بتاخذ أدويتك بانتظام، ملتزم بالحمية بتاعتك، وفي حالة السائل هنا يعني كيتو ده معناها يعني بنقص خالص خالص، وبرغم ذلك في ارتفاع في السكر، فده معناه انه الانسولين بتاعه في الجسم ابتدى ينقص يعني. فلذلك يعني لازم يعني تراجع الطبيب بتاعك، يعني يشوف التراكم بتاعك وكده، ويعني قد تحتاج لانسولين او قد تحتاج الى دواء ثالث. يعني انت الان بتاخد دوائين، الفيلداجليبتين والجلوكوفاج مع بعض في حبه واحده اللي فقد تحتاج الى دواء ثالث يعني، اللي هو طبعا يعني في انواع يعني كثيره يعني موجوده، يعني قد تحتاج الى انسولين يعني. فالطريقه اللي انت وصفت بها الشكوى بتاعتك، يبدو انه الانسولين بتاعك يعني ابتدى يتناقص يعني. ويعني زي ما قلت لكم يعني الواحد يعني لا يتضايق من خبر بهذا الشكل، يعني انه في النهايه اللي بيهمنا نحن التراكم. عالجته بحبوب، عالجته بحمية، عالجته بانسولين، عالجته بانسولين زائد حمية زائد حبوب، المهم انه هذا التراكمي يكون في المكان المطلوب يعني، حاشا السكر يعني. تمام، وبكده وصلنا لختام محاضرتنا. إن شاء الله يكون في لقاءات أخرى مع دكتور حاتم ويجيب على جميع أسئلتكم إن شاء الله. وشكرا لكل الحضور. شكرا دكتور حاتم، جزاك الله خير على الله زمنك يسلمكم، الغيم وعلى شكرا المعلومات جزيلا، الغيمة جدا. شكرا، الله يحتيك العافية دكتور. وإياكم يا رب. شكرا جزيلا، وأحب أن أشكر الحضور، ومتأسف يعني إنه الوقت يعني ما سعتنا إلى إجابة الأسئلة، لكن إن شاء الله في لقاءات أخرى إن شاء الله في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. شكرا إن شاء جزيلا، الله إن شاء الله. شكرا دكتور. بالنسبة الله يسلمك. من تسجيل المحاضرة، المحاضرة اتسجلت، هتنزل على حساب الجمعية باليوتيوب.
اسم قناة الجمعية باليوتيوب، جمعية السكري السعودية الخيرية، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى مع دكتور حاتم ويجيب على بقية الأسئلة إن شاء الله تعالى. شكرا دكتور، شكرا لكل الحضور، ومع السلامة. الله يسلمك، الله يسلمك، بارك.